نتابع أهم أنباء المال والأعمال مع رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا ريهام. شكرا سحر. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط، بعد أن تكللت جهودها بالتعاون مع شركة شيفرون وشركتي إني وثروة المصرية عن اكتشاف جديد وهام للغاز في البئر الاستكشافية نرجس واحد، وذلك على بعد حوالي 60 كيلومتر شمال شبه جزيرة سيناء. وأكدت الشركة أنه جرى حاليا تقييم التقديرات للاحتياطيات بهذا الكشف الذي يعد الأول لشركة شيفرون في مصر، وذلك منذ دخولها للعمل بالاستكشاف في منطقة البحر المتوسط وحصولها على 3 مناطق في العام 2020. وتهدف إيجاز إلى العمل مع شركة شيفرون والشركاء للإسراع بوضع الاكتشاف الجديد على الإنتاج، وذلك في أسرع وقت ممكن. أعرب وزير البترول طارق الملا عن ثقته في قدرة قطاع البترول والغاز على مواصلة رحلة التحول الرقمي من أجل تحقيق الاستدامة والحفاظ على المبادئ الرئيسية للقطاع، وهي السلامة والابتكار والشفافية والكفاءة. وخلال كلمته في مائدة مستديرة تحت عنوان مستقبل التقدم الرقمي في صناعة البترول والغاز، أوضح الملا أن التحول الرقمي كبرنامج هو جزء هام في إدارة وتشغيل برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز. وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع للمؤشرات، وذلك بدعم من مؤشرات المستثمرين الأجانب، ليسجل رأس المال السوقي مستوى 1,258,000,000 جنيه، ذلك وسط تداولات بلغت نحو 1,800,000,000 جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 6% ليغلق عند مستوى 15,561 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 1.18% ليغلق عند مستوى 2,840 نقطة. فيما صعد ايضا مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة بلغت 0.94% ليغلق عند مستوى 4,274 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع في تعاملات أولى جلسات الأسبوع متأثرة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية. تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي بنسبة بلغت 0.16%. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 0.25%. والمؤشر العام تراجع أيضا بنسبة بلغت 0.24%. أما في قطر تراجع مؤشر الأسهم بنسبة بلغت 0.26%، فيما صعد مؤشر الأسهم في البحرين بنسبة هامشية بلغت 0.08%. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ريهام وسحر. إليكم. شكرا رجائي.